ما بغيتش نغلق فيه. تعاونونا يا مرحبا عتقون. سميتي سعيد الصافي، المهم عندي انا مشكل في القلب، ديجا درت عمليه فاش كانت عندي 7 سنين، ومن بعد درني قلبي عاوتاني، وقال لي الطبيب دابا عندي 29 عام، وقال لي الطبيب باللي خاصك تبدل القلب ديالك. دابا انا ما طلبتش من هاد الناس والو، طلبت من هاد الناس هادو غير يعطوني ورقه باش ندير الملف ديالي، حيت المحسنين بغاو يعاونوني، بغيت ندير غير ورقه باش نطلع ملف بانني انا راني مريض وخاصني نبدل القلب ديالي، وما عطاو لي ما والو. انا تكرفست وكنتمحن، بغيت المحسنين يعاونوني، ما بغيت حتى شي حاجه. جيت اخويا، جيت باش ناخذ غير ورقه، كيبغيو يصيفطوني في حالي، تيقول لي سير دير التخطيط. كندير التخطيط كنرجع عندهم كيدقوا لي برا، انا ما باغي لا برا لا والو، انا باغي غير ورقه باش ندير الملف ديالي اخويا، باش ندير الملف ديالي بانني انا راني خاصني نبدل القلب ديالي، حيت شحال من واحد بغى يعاونني وخاصني ضروري ندير الملف، حيت كاينين شي محسنين ما غاديش يشيقوا، خاصك ضروري بان ذاك الملف خاصك تبدل القلب ديالك. اللي كان الباب اللي كندق عليه تقول لي خاصك ملف بانك انت راه خاصك تبدل القلب ديالك. ما بغيتش نقول لخويا واحد الكلمه، كيعاملوك بحال شي كلب اخويا، هادشي كتكون صحيح كتجي كتمرض. دابا انا باغي نبدل القلب ديالي، والمحسنين كاينين شي وحدين بغاو يعاونوني، ولكن راه الناس هادو لا اله الا الله اخويا. النداء ديالي اخويا المحسنين هو انني يتعاونوا معايا، راه عندي عمليه خاصني نبدل القلب ديالي، وعلى برا ماشي هنا. العمليه كتطلب 60 مليون، وانا هاد الناس هادو بغيت ما يعطيوني ورقه باش ندير غير الملف بانني خاصني نبدل القلب ديالي، والله ما بغاو يعتقوني اخويا. وكل نهار كنجي كيبقاو يصيفطوني في حالي، لا اله الا الله اخويا.